يفتتح وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء الحوار الاستراتيجي المصرية الأمريكية، ويهدف الحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلا عن زيادة الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم. هذا ومن المقرر أن يعقب الجلسة الافتتاحية مؤتمر صحفي للوزيرين.